النهارده الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أعلن قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العالم لكرة اليد. معايا عبر الهاتف الآن واحد من أساطير كرة اليد المصرية، واحد من أهم أساطير كرة اليد المصرية، الكابتن الكبير كابتن أحمد العطار لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق. كابتن أحمد مشرف ومنور ووحشني جدا. حبيبي انت وحشني جدا كريم، ودايما متألق كالعادة يا حبيبي، وبنستمتع بيك. يعني بصراحة يعني برنامج هايل، وكل التوفيق ليك يا حبيبي. شرف لينا يا كابتن احمد. رايك شرف فيه لي ان انا اكون معاك دلوقتي. يا حبيبي شرف كبير ليا. رايك ايه في قائمة منتخبنا الوطني اللي اعلنت اليوم للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد، اهم ملحوظاتك عليها؟ والله يعني طبعا القائمة كويسة طبعا، و يعني الواحد ما بيحبش طبعا يتكلم في الاختيارات، لان دي اختيارات مدرب، وانت عارف مدرب كبير موجود مع الفرقه. خلاص دخلنا كاس العالم، يمكن ماتشات الاعداد كانت ماتشات قويه جدا، كمان حسينا بالمنتخب بتاعنا، رغم ان انا طبعا يمكن قلقني حاجه واحده طبعا، يحيى خالد النجم الكبير نجم فيسبرين، ويمكن هو يعني طبعا قوة كبيرة جدا بيفتقدها المنتخب المصري في بطولة العالم، يمكن شفناه في الأولمبيات الأخيرة وشفناه في كأس العالم في مصر، يمكن هي دي النقطة الوحيدة اللي نتمنى تعويضها يا كريم في الفترة اللي جاية دي. وإن شاء الله يمكن عندنا غيارات كتيرة جدا، وعندنا لعيبة ممكن تلعب في الحتة دي زي ما كان بيلعب الدرع في الباك رايت، ساعات دودو، ساعات لعيبه كتير جدا تقدر ان هي تسد في الحته دي. عندنا كمان مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي طبعا صغير السن ويكتسب خبرات في البطوله دي، محسن رمضان يمكن كمان ادائهم مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وشفناهم في كاس العالم في السعوديه، كاس العالم للانديه ظهروا بمظهر كويس جدا. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان يحاولوا ان هم يسدوا ناحيه الباك رايت اللي هي اصابه يحيى خالد، المؤثره الكبيره جدا في قوه المنتخب المصري. هايل، واحد من اهم اساطير كره اليد المصريه طبعا احمد الاحمر. من زمان ما شفناش قائمه المنتخب المصري في بطوله كبيره يغيب عنها احمد الاحمر بطبيعه العمر وبطبيعه الحياه، يعني يغيب احمد الاحمر لاول مره من سنين عن منتخبنا الاول، تاثير ده من وجهه نظر حضرتك؟ أكيد طبعا تأثير كبير جدا، أحمد ككابتن لفترات طويلة ووجوده في ناحية الباك رايت في منتخب مصر فترات طويلة جدا وأداء عالي، طبعا زي ما أنت حضرتك قلت طبعا عامل السن. أحمد الأحمر يمكن اختار التوقيت الصح، رغم إن كان بطولة البطولة دي ممكن كان في ناس تقول إن يعوض يحيى خالد، اعتقد يمكن احمد كانت فرصته في اللعب قليله جدا في الفتره الاخيره. عامل السن، بطوله هتبقى قويه، لازم الدفع برضه بالشباب زي ما كان برضه الفترات السابقه. يعني احمد برضه كان شاب وكان بيلعب في الفترات دي، كان في لعيبه كتيره جدا، كان في صبري حسين وكان في شريف مؤمن طبعا، وبرضه كان احمد العطار الدفع بيه احمد الاحمر ان هو يلعب وياخد المكانه دي، ويمكن سجل حافل كبير جدا. صحيح. اعتقد ان شاء الله دور الكابتن في طبعا لعيبه مميزه جدا طبعا ممكن تحاول ان هي تعمل الدور بتاع احمد الاحمر في الفتره. طيب كابتن احمد، عايز اسالك بقى بوجهه نظر فنيه، مين النجوم اللي تتوقع يتألقوا ويظهروا بشكل رائع في كأس العالم لكرة اليد بعيد عن النجوم التقليدية المعروفة الأسماء الكبيرة؟ مين اللي أنت متوقع له أنه ينور جدا في كأس العالم ده؟ يعني طبعا لو قلنا مثلا حراسة المرمى طبعا احنا كلنا عارفين طبعا كريم هنداوي وليه صولات كبيرة، عشان كده قلت لك بعيد عن الأسماء المعروفة. محمد علي طبعا كحارس مرمى ممكن، محمد علي يمكن عنده طموح كبير جدا، فاعتقد ان هو طبعا بيلعب في اسبانيا عايز يثبت نفسه. طبعا حميد عامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي طبعا، ممكن كان احترف السنة، اعتقد ان الاثنين هيبقوا اليوم اضافه كبيره جدا جنب كريم. استبعاد الطيار بالمناسبه يا كابتن احمد، استبعاد الطيار كان كابتن احمد سمعني مثلا في اللعب طبعا هنلاقي ممكن نشوف. طب كابتن احمد سمعني بعد اذنك. كده سامع. استبعاد الطيار من وجهه نظرك كان حاجه مفاجاه ولا طبيعي؟ والله احنا عندنا طبعا بص يعني هي مش عايزين نقول استبعاد، ولكن في المرحله دي
ممكن نقول ان المرحله دي محتاجه كذا. يعني في لعيبه بتبقى يمكن الطيار طبعا بيلعب في لايبزيج في المانيا طبعا. ممكن يكون طبعا المدير الفني يمكن شافه وتابعه في فترات فما كانش ممكن مقتنع بيه، ولكن يمكن احنا لو شفنا محمد علي كان نسمع عنه وبنشوفه في ماتشات كتيره جدا، حميد مع النادي الاهلي كان عامل شغل كويس جدا، فاعتقد اختياراته للحراسه كانت جيده يعني. عظيم. من اللاعبين بقى تتوقع تألق مين؟ اللاعبين يعني دي طبعا ممكن مهاب سعيد ممكن يظهر بشكل كويس، لعيب جديد لسه انت ما حدش يعرفه في العالم. محسن رمضان امكانياته هايله طبعا، دودو احمد هشام طبعاً. اعتقد ظهر في مصر بقوه، يمكن جات له اصابه لسه ما شفناهوش بنفس القوه اللي موجوده. طبعا هتلاقي محمد سند كجناح صحيح. طبعا ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر. فاعتقد محمد ممدوح، هاشم، علي زين. طبعا علي زين أكيد. يمكن متالق وماشي بشكل كويس جدا، فاعتقد ان شاء الله باذن الله اهم حاجه احنا بنبص لها النتيجه في النهايه، واللعب الجماعي هو اللي ان شاء الله يوصل، وخصوصا ان مجموعه مصر مجموعه كويسه جدا. ان شاء الله باذن الله يفتتحها بفوزه على كرواتيا ان شاء الله باذن الله. الكابتن الكبير اسطوره كره اليد المصريه الكابتن احمد العطار، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب